والله احنا مستثمرين مستثمرين يعني، دي بلدنا واحنا عارفين شؤونها وعارفين حالها، وهي بلد واعده استقرت، اتعملت كل القوانين اللازمه لاي حد عشان تفتح نفسه انه يستثمر، واحنا هنكون اول الناس اللي نستثمر هنا، وندعو جميع انه يجي، لان الحقيقه لاسباب كثيره منها ان المكسب، فرص المكسب موجوده هنا اهوت، والنهارده كل الحاجات كانت مدقنه اتحلت تقريبا يعني. المهندس نجيب ساويرس وعائله ساويرس، ماذا ستقدم لمصر والاقتصاد المصري في الفتره اللي جايه؟ اول حاجه احنا يعني يمكن هيتم الاعلان في المؤتمر ده على اكثر محطه طاقه، في طاقه محطه طاقه شمسيه انا هعملها، واخويا اللي هو في اوسي اي عامل محطه بالفحم يعتبر حوالي 2 مليار دولار، ده اكبر مشروع في مجال الطاقه. كل المشاريع الاخرى المطروحه احنا ان شاء الله هنساهم فيها الموجوده يعني. المهندس نجيب، كيف ترى التعديلات الضريبيه الاخيره وتاثيرها الايجابي على المستثمر؟ هي كان الكويس فيها انها واضحه، الاول كان القانون ما بيوضحش، الناس ما بتزعلش من قيمه الضريبه على قد ما بتزعل من عدم وضوح الضريبه، وان كل مره بعد ما نتفق عليها نقعد نغير كل شويه، فحصل حاجتين كويسين، اتحددت بطريقه واضحه. نمره 2 تعهدت الحكومه انها مش هتغيرها كل سنتين زي العاده يعني. تخارج اوراسكوم للاتصالات والاعلام من الحصه المتبقيه في موبينيل، عشان اعاده استثمار الاموال دي في مجالات جديده واعده. مجال الاتصالات بالنسبه لنا خلاص خد وقته وخد دوره واستنفذ، والنهارده في حاله من يعني اوفر سبلاي يعني خلاص يعني. هل تعود مهتما بتليكوم ايطالي؟ لا مش قوي يعني، لا يعني لن تطرح الامر مره اخرى؟ لا، اذا هم اتصلوا بينا وشايفين ان في فرصه ان احنا نساهم كمان في ده تحسين الاداره يعني، واستثمار مع تحسين الاداره، ممكن نعيد النظر في تحول يعني. من الاتصالات الى الطاقه، مش الطاقه، احنا قررنا نتعامل في كل مشاريع اللي هي الاوبريشن محتاجه الانفراستراكشر، زي حتى بمشاريع النقل،